كان حارس مرمى احمد الماجد اللي لعبها طويله وعاليه نحو منصور مفتاح وحسين البيشي واخيرا سامي جاسي وخميس دهام ودقطعها سمير عبد الشكور ولعبها نحو عثمان دقطعها ابراهيم خلطان يصلح خميس دهام لابراهيم خلطان ثاني يشترك بالمصيبيح تروح منصور مفتاح يصلح خميس دهام يصلحها بصدره ويحاول يصوب ناحيه المرمى برجوله ودفعها عاليه وتنحط من علي زيد في المرمى وعالي زيد تنحط في المرمى في المرمى وهدف هدف هدف ثاني لصالح المنتخب القطري. صالح المنتخب القطري سجل القطر بعد 19 دقيقة من الشوط الثاني الهدف الثاني